سيد محمد في البداية لو تقدم لنا نفسك وبعد تحكي لنا على المشاركة في الدورة المعرض في المعرض نتاع الدورة 17 المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بالحمامات. نعم شكرا جزيلا لكم، إن شاء الله بتبقوا دائما افون بريمير. اولا انا محمد نون مدير الاخبار في شركة ميديا كاست العالمية، هي شركة للاسبو. نحن الان عندنا مشاركة يمكن القول بانها مميزة جدا، لاننا نقدم مشروع ضخم جدا هو مشروع الخدمة السحابية او الكلاود، وهي الاولى بهذه القوة في العالم العربي والاسلامي كله. الخدمة السحابية التي نقدمها هي متخصصة بوسائل الاعلام، تستطيع تحويل اي وسيلة اعلامية الى الكلاود، وبالتالي لم يعد هناك أي محدودية للمكان، فصرنا نعمل بسرعات هائلة وعالية جدا من أجل إيصال المادة الخبرية وخاصة المصورة منها وهي الأصعب، وبذات الكواليتي بذات الكيفية التي تم تصويرها في أرض الحدث ودون الحاجة إلى الأقمار الصناعية في هذه التكنولوجيا الجديدة التي نمتلكها كاملة ونمتلك التحرك فيها وبرمجتها وإعادة برمجتها وأيضا تعديلها وأيضا تطويرها. هذه التكنولوجيا تمكن المراسلين والمدراء والمحررين وكل الصحفيين والإعلاميين من العمل من مكان الحدث الذي يتواجدون فيه، لا يحتاجون إلا إلى أحد الأجهزة الذكية أو الكمبيوتر أو التليفون أو الآيباد، ومهما كانت نوعية الفورمات يستطيعون أن يحملوها إلى الطيف السحابي ويرسلوها بضغطة زر، يعني بأعشار الثانية تصل إلى المركز أينما كان في العالم، وهذا هو الشيء المميز لدينا هذا العام. كيف كانت المشاركة هذه السنة؟ يعني أتصور أن المشاركة نشهد المهرجان أنا حضرته السنة الماضية، وهذه السنة هناك مشاركة أكثر، هناك اهتمام أكبر، هناك أيضا اتجاه نحو توحيد الجهود على مستوى وسائل الإعلام سواء منها العامة أو الخاصة، وهذا أمر إيجابي بحيث أن يحصل نوع من التبادل، العملية التبادلية للمحتوى، وهناك التحفيزات الموجودة هي تعطي حافز إيجابي بعيدا عن ماهيتها المادية، لكن أن يكرم فنانون في هذا المهرجان، أن يكرم إعلاميون، يعني هذا أقل الواجب. محمد سلطاني مستشار الرئيس المدير العام لقناة الجزائرية سيد حمراوي حبيب شوقي، كيف كانت مشاركتكم السنة في معرض لاسبول الدورة 17 مهرجان عربي للإذاعة والتلفزيون؟ هو أول مشاركة لنا في الحقيقة، ومشاركة يعني طيبة، تمكننا من يعني عرض منتوجنا، من تسويق للقناة، من التعريف بالقناة عند يعني المشاهد العربي عموما والمهنيين، فكثير من المهنيين يعني توقفوا عند الجناح تاعنا، وكانت فيه يعني تبادل معلومات، تبادل احتكاك خبرة مع مهنيين، فيه يعني مشاركة طيبة جدا يعني. وكيف رأيتم يعني الأجواء العامة للمعرض هذه السنة؟ هو الأجواء العامة للمعرض يعني نصنفها أنها يعني لباس بها، يعني أجواء طيبة الحمد لله، فيه يعني قنوات إعلامية عربية كثيرة حاضرة هنا في المعرض، هناك مشاركة قوية، هناك اهتمام عربي، هناك اهتمام من قبل المهنيين وحتى من قبل يعني الجمهور التونسي اللي جاء يعني يحاول يطلع على ما هو موجود، فالمشاركة أنا نقيمها أنها جميلة جدا يعني مقبولة. منتج سينمائي وتلفزي، عندي شركة اسمها سيكا فيلم، بدأت تخدم عام 2010، عندها توا إلى هذا الآن عندها 3 إنتاجات دوكيومنتير، معناتها خرجوا باش يخرجوا لسنة إن شاء الله،
واحد اسمه ساكري كيف، واحد آخر اسمه أم أبلي بربرية، بعطا تعرفوا المحتوى تاعهم كل، واحد آخر اسمه غير الملح. وبالنسبة للإنتاج التلفزي عملت دار العزاب، تعدى عمناول في قناة حنا باع. فلا كنت تحكينا على المشاركة نتاعكم في المعرض. والله المشاركة بون جات أترافير معناتها بيزانون شفناه معناتها في على الأسبوع، دونك قلنا بوركوا با نشوفوا معناتها مارشي للي برودوي اللي عندنا. دونك مشينا معناتها خذينا انستون معناتها في مع الأسبوع وحطيناه، وإن شاء الله معناتها يعجب الجماعة، وإن شاء الله نلقوا معناتها هكا دي زوبورتينيتي معناتها دو فونت ولا دو كولابوراسيون مع دوتر معناتها دوتر مات سوسيتي مات كسوا ولا دي تيلي معناتها إترانجير ولا. وكيفاش كانت المشاركة؟ والله المشاركة حلوة معناتها حسب ما شفت معناتها فما عارضين معناتها باهين معناتها فما تلافز موجودين، مي بون حاجة واحدة شفتها اللي ما فماش برشا شركات تونسية معناتها موجودة لهنا، فما حاجة أخرى مع وزارة الثقافة ما شفتهاش نورمالمون تنجم تكون موجودة هي ومعناتها وتعطي تنجم تاخذ دي ستاند معناتها وتعطيهم معناتها دي برودكتور معناتها كو سوا صغار ولا دي شركات معناتها معروفة. فما وزارة السياحة مش موجودة اللي هي معناتها سي تان ايفينمون اللي نجم يكون معناتها يشعه في الحمامات اون بلوس ينجم معناها يكون معناها اون اوبورتينيتي معناتها بور التوريزم التونيزيان، فهمت؟ هذا اللي مش شفتوش معناتها مش نورمال معناتها.